الجمهور الموجود ويانا يحتاج البسها الهيدفون حتى ما تسمع لو نسكت ما نغشش نسكت انا احبكم وادري بيكم ما ترفضوا لي طلب ما راح نستعين بهاي لان عندي ثقه بهذا الجمهور الراقي الموجود يلا ما نحتاجها ما نحتاجها يلا يا آية من الايد اليمنى بايدك اليسرى منك من الخشم شهد لازم تعرف خشم اخوها جاهزه اصبع واحد ونقول بلشنا هدوء هو لا 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 هو لا 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 هو لا لا ويني وين اسمع حتك يستحي شو اسوي له لا لا يلا هو لا 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 واخيرا هو لا 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 شلون عبرتي له اخوك شلون نعيد ايه ها ايه نعيد ايه نعيد خلينا نبدي بالعكس نرجع منها من اول وحده ونكمل يلا هو لا 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 ثاني هو لا لا ايه يا جمهور قلنا بلغش نعيد يلا هاس مره ثانيه هو لا لا ايه ها ايه سحبيه سحبيه يعني هو هذا عباس ترى كم صلي ترى كم صلي هسه عرفتوا وين اللعبه يعني يمكم هو ايه لذلك يعني انت مغاوصة لذلك 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 وقفتنا عباس يعني خشم عباس يعني هسه انا اعرف خشم عباس شوف ايش كبره شوف ابن مربي شوف والله زين ننطيهم فرصة لو لا يلا فرصة لا عباس اعطيكم فرصة لو اعطيك جائزة كيف انت بكيفك انت بكيفك ابد انا ما احكي شو تقولي جائزة لو فرصة لا ها كيفك انت كيفك كيفكم اتفقوا يعني هو عماني جائزة نقدية اعطيكم لو فرصة ثانية بكيفكم فرصة ثانية لان انا ما وياي خسران فرصة ثانية احكوا لا قولوا جائزة جائزة؟ نعم حلو، إذا ما ويانا خسران، دائما هذا اللي احنا نقوله ببرنامج طباب خير، شهد ما قدرت تعرف خشم عباس، لكن دائما اكو جوائز تنتظركم نقدية من شركة الوثق الذهبي ومنتجات القاضي، نقول ألف مبروك ومشاركتكم هي المكسب لنا على هذا الأساس اللي قلتي ما أنطي عباس فلس أحمر ما تطيها فلس احمر ما عرفتك فلس احمر ما تنطيها هاي وياكم دربكم للكادر شايفين برنامج طباب خير دائما نعم. ان شاء الله تابعيه كم سنه صلي واي من بدلات كديجه من مالكم بدلات العرس ايه هذا شيء فرحنا ونورتونا عباس دعواتنا لك بالصحه والعافيه متزوجي حظي لو بعدك لا والله بعدك أبقى. زوجي لاخوك والله دا دول له مره صدق اذا هاي هذا اعلان من خلال برنامجنا ده تدور لها مال شعرها طويل أي؟ اخذها اذا شعرها طويل لازم هو هذا شرطه شريط شعره طويل يعني عرفت كل الشروط يا حظي وجيت على الشعر الطويل والله ايه. وهسه بنات الوقت كلهم اللي صارن تشق 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 انا اول وحده وانت اول وحده ايه؟ يعني خير دليل انت ايه؟ على العموم ان شاء الله يلقى اللي يحلم بيها لين عباس راقي وانت ارقى بالتالي دعواتكم بالصحه والعافيه واذا تزوج تعزموني يا حظي اي طبعا حاضرين لا قدم حسابك اعزمني واعتبرني جاي امانة الله بالحساب مالتي والله اجي وعد هاي قدام كل الجمهور وعد وعد تحياتي لكم وربي يسعدكم كل الهلا نورتوا